Filipe, pensar. Só eu tinha que ele. في صوت وانا ساقطه ببلدية بيروت تنزلي عليهم تشيليهم اوكي يمكن اول شيء مثل دبابة نومينيه في دبابة جوا بالاكاديمية في دبابة نومينيه كنا عم نقلق انه عندنا صوت ببيروت بدنا نشيله رح ننزلها لهونيك بتسقط البلدية بركي او سقط ما شاء الله عليها انه هذا دليل انه قديش الناس بتحبي كمان لازم تعرفي هون لازم تعرفي تقدمي للناس اللي بتحبي اللي بحبوك انه ما تخزليهم انك بترتقي لمستوى شو اسمه انتبهوا اللي بيصير ست مرات نومينيه سته ايه بيقوى بيقوى بس تتعرفوا الفرق بيصير واحد عنده من جوا غير شيء يعني اكيد في بعض الناس اذا بتحطهم هلا نومينيه بيعملوا صدمه بعد اربعه ان هي رح ينحطوا من هي في تسعة رح ينحط منهم تقريبا خمسة أو ستة بعد نومي يعني رح ينحطوا رح يكون عندهم صدمة وبدك تشوف كيف وقتها بيتصرفوا تحت الضغط في فرق كتير كبير يعني وهي شغلة هي تمرست لها يعني نوعا ما صارت عن جد لا مش مزح شغلة واحد لازم يتعلم من الفكرة تبعها فيها تعطيهم فيها تعطي مثل نصائح صارت بهالشغلة عم تمزحوا انتم بس عن جد عم بحكي انه واحد بالنسبه له كيف كان شعورك مثل اول مره؟ اكيد لا خلص بصير واحد عنده نوع من الخبره وكيف انه خلص بصير انه هو إنه بس اكيد كل برايم بخاف انه خلص هيدا اخذ برايم انه ما كنت واثقه انه الناس رح ترجعني هيك بس الحمد لله فهمت الفكره يعني واحد بيقوى مانك واثقه مشكله شو؟ بعد ست مرات ما انا واثقه مشكله يعني خلص رح نحكي الطاهرة شو؟ غنيت حلو لا مش ما غنيت حلو لا غنيت الانتربريتاسيون بدها اداء اكثر بدها اداء اكثر ها؟ يلا يعني مش معقول في اربع برايمات خمس برايمات اربعه واربعه واربعه من هون عم بركز يمكن ما وصلنا للوقت طاهرة عندك اربع برايمات اربع برايمات انا بصدر لك اياها بليز بدك شوي اكثر بوش اكثر بوش اكثر انك تحكري اكثر طلعي صوتك بس مش تدي في شيء والاداء لوني زيدي له حنيه مطالع زيدي له مرات اشياء هيك اوكي